السلام عليكم إخوان أخوات، نكملوا على لقاءات الجمعة اللي كدوز بيني وبين الأخ محمد فولتا بريم، صاحب قناة فولتا بريم. نكملوا على الحلقة اللي داز، كنا هضرنا على كيفاش تكتشف واحد لامبان في واحد تال ماشين، كيفاش تعامل معها. دونك ندوزنا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، يعني كنحاولوا نديروا جزئين ولا ثلاثة ولا هذا، باش يعني الفيديو ما يكونش ممل وما يكونش يعني شي حاجة ثقيلة على الإخوة، لأن عندهم أغراض، عندهم مآرب ديالهم. دونك نتمنى فرجة ممتعة للإخوان، ونتمنى من الإخوان يستافدوا، يعني راه معلومات قيمة هذه الإخوة اللي كنهضروا عليها أنا ولا الأخ محمد، يعني معلومات تزين ذهبا كيف ما كيقولوا، راه من ارض الواقع، من ارض ميدان. ما كناش محظوظين حنا، ما كانش الانترنت هذيك الساعه، ما كانش يعني ميتو، ولكن الحمد لله دابا كاين تواصل، كاين كيفاش تقلب المعلومه. المهم نتمنى لكم فرجه ممتعه، ما نطولش عليكم يا اخوان، وتبارك الله عليكم. اكتسب الود، ضحك مع الناس، كون لطيف، كون راسك صغير. المهم نتجاوزوا هاد، رجع الخطوات اللي قال سي محمد. اول حاجه كنبداو بها الاخوان لا بارتي بويسونس، كنشوف بعدا عندي هذيك لا ماشين بار اكزومبل، كاينين دي ماشين 220، كاينين دي ماشين 380، كنشوف هذيك 380 واش واصله عندي للطابلو الكتريك ديال هذيك لا ماشين ولا ما واصلش. هذه الاولى نبدا بها، كالكو سوا دي جونكتور بورت فيزيبل اللي كان، نشوف واش عندي الضوء. دونك بون، عندي الضوء، نتبع كيما قال الاخ سي محمد الكونتاكتور دو لين، لانه بارفوا دي الناس كيديروا في لي طابلو ديالهم كيديروا واحد دي جونكتور دو دي ديسباريسيون، يعني هو اللي كيتحكم في لا ماشين كامله شي كونتاكتور كبير. هذا غير كونتر اكزومبل، حيت لي ماشين كلهم ماشي كيتشابوا، ولكن كنهضروا دابا على لا بارتي بويسونس، يعني كنحاول نشوف لا بارتي بويسونس بجميع المسائل اللي فيها لي كونتاكتور لي دي جونكتور لي كلشي. ساليت من بارتي بويسونس كندوز لبارتي كوموند. اي ماشين الاخوان كيف ما قال الاخ محمد، كاينه واحد لو سيركوي دو، كنقولوا ليه، كنعيطوا ليه حنا دو سيكوريتي، كتدخل فيه بوطون ديرجونس، كتدخل فيه بوطون مارش، كتدخل فيه، ولكن كيف ما قال الاخ محمد خاصها تكون عندك ان شيما الكتريك. لما عندكش واحد لو شيما الكتريك، يعني ما غاديش نقول ما غاديش تصايب لومبان، غادي تصايبها، غير لو شيما غادي غتسهل لك الطريق. دونك وصلنا عبرنا الضوء ديالنا، كاينه 380، المسائل مزيانه. دابا غادي ندوزو لا كوموند. انا سيميو ملي غدوز لا كوموند قطع الضوء ديالك، صافي طيح لي دي جونكتور، بقى خدام، ما كاينه لا طونسيون ولا والو. اللي غادي يبقى خدام معاك هو الملتيمتر، وغادي تتبع الشيما محطوطه حداك، كلكو سوا واش غتراسيها انت ولا كاينه ولا هذيك لا ماشين عندها لو شيما ديالها. غادي تبدا من اتل زد. شنو هي من اتل زد الاخوان؟ يعني من البوطون مارش تلخر ديال هذاك لو سيكل. باش كنبداو؟ كنبداو بوطون ديرجونس، كنقلب لي بوطون ديرجونس، راه ما كتكونش غير وحده الاخوان في لا ماشين، يقدروا يكونوا ثلاثه، يقدروا يكونوا اربعه. وهاد الاربعه كيفاش كيكونوا؟ كيكونوا اون سيري، يعني وحده عاطيه لوحده، عاطيه لوحده، يعني فين ما بركتي راه غادي توقف لا ماشين. ودو بليس كاينه واحد لامبان الاخوان جات على سبيل الذكر، غادي نحكي لكم دابا. بوطون بوسوار اكروشاج، يعني فاش كتبرك عليها كتبقى لاصقه، ملي كدور راه واحد ان دو ميتور كترجع للبلاصه ديالها. بون داكور، كلشي عارف هادي. دابا هذيك البوطون ديرجونس دورتها انا هذيك ان دو ميتور، رجعت للبلاصه ديالها، ولكن ملي كنعبر بالملتيمتر لتحت الكونتاكت اوفر، هو نورمالمون خصو يكون فيرمي، لقيته اوفر. هذاك البلوك الكحل اللي كتلقاوه في البوطون بوسوار لتحت نبدلو، لقيته محلول نبدلو. فعلا بدلته جاب لا تيسير، يعني او كتقول كتوصل عند لوبيراتور ولا عند سميتو كيقول لك لي بوطون بور ديرجونس كلهم راهم خدامين مزيان. هو راه كيشوفهم خدامين غير من برا، ولكن من الداخل ديالهم راه ما غاديش يعرف، بيان سور ما غاديش يعرف. دونك كنتبعوا هذه المساله. هذه هذا هو المشكل. حنا ماشي مشكل هنا باش ما ندخلوش بزاف في الديتاي، حنا كنا قلنا نحاولوا نختصروا الفيديو على حساب الاخوان اللي كيقولوا انه نص ساعه هذا المكان. شوف راه ما يمكن كثيره، راه ما يمكنش نديروا شي حاجه قليله، لانه انت كتناقش
شي حاجة اللي خاصك ليها دي سيونس باش توصل الفكرة، راه خاصك 4 السوايع على 4 السوايع، يعني خاصك نهار باش نشرح باش نشرح باش نناقش. اما في 10 دقائق ربع ساعة ما جكرو بانا يمكن دار ليسونسييل كما قلنا. انا بقاو زعما بقاو غير دي مانيير جينيرال باش ما ندخلوش في الديتاي، مي ندخلو مرة اخرى. قلنا لا كوموند لامبورطونس فيها كيكون عندي شي حاجه سميتها ديجانكتور دو كوموند سيوري سيرت، انا يكون في اي ماشين ولا اي طابلو، خاصني نتبه داك لاطونسي ولا داك الفاز اللي خارج من داك ديجانكتور دو كوموند منه حتى للسيركوي اللي خاسر. واحد الحاجه قبل نسيت ما قلتها هي لي دونتيفيكاسيون، فاش كنكون انا قدام واحد لومبان خاص ندير ايدونتيفيكاسيون ولا تحديد كنحدد اشنا هو الكومبوزون اللي فيه مشكل. عندي واحد لاماشين الا كنا كنهضروا على لاماشين فيها بزاف ديال الماتر ياك ولا بزاف ديال الفيرانات، عندي هاد الفيران هو اللي ما خدامش، عندي هادي ما بقاش كتحرك هاد لا كومبوزون الموتور ما بقاش كيهضروا لهاد الكونفوير. دونك خاصني نشوف فين هي لا بارتي بويسونس ديال هاد الكونفوير ديال هاد الموتور. ديك الساعه نعرف الكونتاكتور ديالو ها هو، عاد نمشي نقلب على لا كوموند ديالو هو، دونك من ا ان ديال البوبينه ديالته هو لذاك ديجانكتور ديال الكوموند. باختصار هادشي اللي كنحاولوا نوصلوا الاخوان. دونك لا ميثود اللي انا غنخدموا عليها في ديتيكتي ان اون بان، لقى اون بان ماشي حل اون بان، حيتاش كاين فرق. ندخلو ثاني باش نحل المشكل بوحدو، نخليو في حلقه واحده اخرى. اليوم كنقولوا غير باش نلقى المشكل، لقيت المشكل في الموتور هو اللي محروق، راني لقيتو في لابارتي بويسونس، لقيت ديجانك الكونتاكتور ما كيبينش اكسيت ليا اولا ديجانكتور طايح، يعني كاين ديفو ديال كور سيركوي اولا سور شارج لان ديجانكتور طايح. دونك معليش نجيو نطلعو دغيا، نوقف ونقول هاد ديجانكتور علاش طايح، نحط الاحتمالات باش نقول هذا راه طايح لهذا السبب. دونك او لا كونتاكتور ما اكسيتيش، يا اما يكون هو محروق لا بوبين ديالته، يا اما تكون لاليمونطاسيون اللي جايه هي اللي هضرت عليها في لاري ديرجونس ما واصلاش، دونك مقطوع شي اري ديرجونس في بلاصه، شي خيط محيد من تحت شي بوطون باسوار، اولا شي كونديسيون من لي كونديسيون اللي كتوصل لهذا الكونتاكتور ما كايناش. مثلا لا بريسيون طالعه، طلعت لا بريسيون قطعات ليا طلعت لا بريسيون، هي البريسيون ستا ديتيكتات البريسيون وحلات الكونتاكت ديالها، دونك ما وصلتش باقي لاليمونطاسيون. دونك بالمختصر المفيد باقي في اطار هذا البريسيون ستا سي محمد، راه كاين حتى لا باس بريسيون، راه كاينين دي ماشين لما كانش واحد البريسيون بيان ديتيرميني ما تخدمش لك لا ماشين، ما غاتسدش لك لو سيركوي. اما بار اكزومبل كتخدم 5 بار طلعتيها ل 7 بار كيف ما قلتي انت دابا كتحلك لو سيركوي، هبطتي على 5 بار تقدر تحلك لو سيركوي. مزيان لا بصح هادشي اللي كاين. سي نور الدين باش نختمو باش نخليو الاخوان نبقاو في الحلقه المقبله في نفس الموضوع ديال ديتيكتي اون بان، مي هاندي باسيو شويه حل اون بان فك المشكل. دونك حنا اليوم كنقولوا غير دون مانيير جينيرال كيفاش لقينا لون بان، مثلا زعما بدينا كنهضروا ولقينا في الكونتاكتور هو اللي محروق، والسيمانه الجايه باش ما نطولوش على الاخوان نقولوا كيفاش غنحلوا المشكل. دونك خلاصه القول اشنو باش نختموا هذه الحلقه؟ باش غادي نختموا هذه الحلقه الاخوان، هاد النقاطات اللي هضرنا عليهم انا والاخ محمد اليوم حاولوا تقيدهم في شي بلوك نوت، انا غادي نعاودهم يعني تدريجيا بشويه باش تعرفوهم. قلنا كتوصل عند لوبيراتور تكون عندك الشجاعه، ما يكونش عندك الخوف ولا هادي ولا هادي، تكون شجاع قوي راك تكنيزيان راك ماشي سميتو لوبيراتور تكتسب الود ديالو، ماشي الاوبيراتور واحد، هذيك لابوات اللي كتخدم فيها تكتسب الود ديال الناس كاملين، تكون انسان محترم كتحترم كلشي لان علاش هذوك لي زوبيراتور غادي يعاونوك في العمل ديالك، غادي يحيدوا لك واحد 50% ديال الخدمه. ثانيا كيف ما قال الاخ محمد نبدا بلا بارتي بويسونس، نشوف الضوء ديالي واش كاين بعدا، واش عندي انا باش خدام في الضوء واش كاين الضوء، هذه هي الاولى. كالكو سوا ديجونكتور بورت فيزيبل اللي كان كاين الضوء ديك الساعه كنتوكل على الله، ملتيمتر ديالي شيما الكتريك حدايا، وكنبدا بسيركوي دو كوموند، كنبدا بالبوطون ديرجونس هي الاولى، لي بوطون مارش لي بوطون هذا،
وهذا الشيء اللي كيبان لي الاخ محمد. نتمنى اننا نكونوا خفف الظل على الاخوان، انا اعطيناهم شويه في هذه الحلقه. نرضين لك جزيل الشكر وتحيه الاخ محمد، كتحاول تعطي من الوقت ديالك. برافو ديالي انا من عندي، تحيه. مرحبا بك انت كذلك اخويا، راك تضحي وكتضحي بزاف، ورا كاينين شي حويجات اللي وقعوا قبل هذا الفيديو، راه غنخليك انت تسردهم الاخوان ان شاء الله. يعني راه تقريبا نخليو كيما قلت لك غنخليوها في المقتطفات. نقدر نديروا حلقه تعجبتني ديك الوقضيه في الوقت فاش كنتي واحد شويه قلتي غنعاود لكم استوار وقعت لك. انا كنعتقد انه يكون غتكون حلقه غير ديال المشاكل اللي تقدر يكونوا من الطرائف نهضروا عليهم في شي حلقه. لا تعد ولا تحصى سي محمد، راه حتى بالنسبه لي ناخذ منهم النويضات ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله الاخوان، تبارك الله الاخوات، الله يحفظ الجميع. نتمنى الكل يكون استفاد. تبارك الله عليكم، تبارك الله الاخ محمد، تبارك الله عليك. تبارك الله الاخوان، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.